الشباك هذا يقوم على المعاملات ستكون مطابقة للشريعة الإسلامية. بنك الفلاحة والتنمية الريفية طرح 14 منتج فيما يخص معاملات الإسلامية، وهذه المنتجات هناك شهادة المطابقة الشرعية من طرف لجنة الإفتاء للصناعة الإسلامية. بالنسبة للصرف الإسلامية نحن كفلاحين في أشد الحاجة إليه في الظرف الحالي، حتى لا يكون هناك حرج بالنسبة للفلاح، لأن عقيدتنا تتماشى مع هذه القروض الإسلامية.